النهارده الاهلي بيختتم تدريباته استعدادا لمباراه الداخليه. اختتم النادي الاهلي تدريباته الجماعيه عصر اليوم على ملعب تيتش بالجزيره. وادى اللاعبون جلسه تدريبات بدنيه في الجيم تحت اشراف اندرياس مدرب احمال الفريق، استمرت لمده 30 دقيقه قبل انطلاق فقرات المران الجماعي. كابتن سيد عبد الحفيظ كان حريص على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للحديث عن مباراة الداخلية التي سيخوضها الفريق غدا. خاض اللاعبون فقرة تدريبية للكرة باليد في بداية المران، أدى بعدها اللاعبون تدريبات فنية بالكرة قبل أن يختتم الجهاز الفني فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين. ودخل الفريق معسكرا مغلقا عقب نهاية المران استعدادا لمواجهة فريق الداخلية في الخامسة من مساء غد ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز. خلينا برضو نقول عايز أقول لحضراتكم قائمة النادي الأهلي لمواجهة الداخلية في الدوري غدا. كابتن محمد الشناوي وكابتن علي لطفي وكابتن مصطفى شوبير ومحمود متولي وياسر ابراهيم وايمن اشرف واكرم توفيق. طبعا رامي ربيعه زي ما حضراتكم شايفين لسه تعبان شويه، قدامه كام يوم ان شاء الله ويرجع بالسلامه. محمد هاني ورأفت خليل ومحمد مغربي ومحمد اشرف وحمدي فتحي واحمد عبد القادر وبرونو سابيو ومحمد مجدي قفشه وبيرسي تاو وكريم فؤاد ومحمد فخري واحمد نبيل كوكا وحسام حسن وشادي حسين ومحمد شريف. دي القائمة اللي هتكون متواجدة غدا إن شاء الله. كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول نزلة برد وراء غياب كولر وعلي معلول وحسين الشحات عن تدريبات اليوم. يا ترى كابتن سيد عبد الحفيظ قال نزلة برد ولا قال حاجة تانية؟ أهو قدام حضرتك على الموقع الرسمي. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قال أن نزلة برد حادة. علي معلول وكولر وحسين الشحات تبعدهم عن مران الجماعي للفريق. واوضح مدير الكره ان علي معلول وحسين الشحات لاعبي الفريق قد غاب ايضا عن المشاركه في فقره المران الجماعي بسبب تعرضهما لنزله برد. واشار كابتن سيد الى ان الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق يتابع حاله كولر والثنائي معلول والشحات بصفه مستمره للاطمئنان عليه.